بكم جميعا وبدايه حلقه جديده من طاقه نور يا رب تكون حلقه النهارده لطيفه كده والاهم ان هي كمان تكون مفيده لنا كلنا. سيدنا النبي عليه وعلى اله افضل الصلاه والسلام قال من نفس عن مؤمن كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من كرب الاخره. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا وفي الاخره. في ناس مننا حضرات وهبين حياتهم بالكامل مش اوقات فراغهم وهبين حياتهم بالكامل في رحله طويله لا تنتهي من البحث عن الفقراء والمساكين عشان يقفوا جنبهم وعشان يقفوا جنبهم مش بس مقصود بيها العطاء المادي يعني مش بنتكلم بس عن الصدقات لا يقفوا جنبهم بكل ما تحمله هذه الكلمه من معاني كثيره جدا بتامل ان احنا النهارده نحاول نحصر البعض منها من خلال لقائنا اللي انا شخصيا بكون سعيد دايما بيه مع فضيله الشيخ مصطفى العكريشي المستشار الديني لمؤسسه نبض الحياه مساء الفل على حضرتك واهلا بيك يا مساء الانوار وكل لحظه حضرتك في احسن حال عبيب. وكل الساده المشاهدين يا رب وربنا يعد علينا رمضان اعواما عديده وازمنه مديده يا رب, يا رب. ولا يخرجنا من رمضان الا وقد غفر لنا ايوه وهذه نقطه برضه لوحدها عايزالها حلقه والله <applause> اللي هو كيف نغتنم فرصه رمضان بكل ما فيه من اوكازيون رباني بقى ومضاعفه للاجل والثواب الى اخره بس احنا النهارده شيخ مصطفى بعد اذنك عايزين نقضي الجزء الاول من حلقتنا مع الناس الطيبين اهالينا الطيبين الغلابه المساكين ونعرف ايه اشكال العطاء اللي ممكن من خلاله نطبطب عليهم ماديا ومعنويا ماديا مفهوم طبعا في صورة الصدقات بأشكالها المختلفة بس غير الصدقات وغير الماديا إيه تاني ممكن نعمله مع الناس دي الحمد لله الذي يعز من أطاعه واتقاه ويذل من أعرض عنه وعصاه لا مخفيا لما أبداه ولا مبدية لما أخفاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه والصلاة والسلام الأتمان الأكرمان الأزهران الأعطران على سيدنا رسول الله هو خير من رفع الإله وشرفه من ذا الذي أعنيه يا أهل الوفا هذا الذي أنس الفؤاد بذكره وامتد شوق في العيون لتذرفه وهو الذي إن مس غصنا يابسا ألقى الظلال على طبيب قد شفى ما قال لا ما قال لا يوما لسائل حاجة أو قال كلا في عطاء أو نفى صلوا عليه وسلموا يا اخوتي ما طار طير في السماء ورفرفا ان البخيل كما يقول نبينا من لم يصلي على الحبيب المصطفى اللهم صلاه وسلاما عليك سيدي يا رسول الله عمر قال لا الحد. ابدا ابدا ما قال لا ما قال لا ابدا الا في تشهده لولاه لكانت لا لاؤه نعم لا <applause> لا <applause> صلى الله عليه وسلم اروح فين في بلاستك <applause> بس حبيبي. يا شيخ مصطفى حبيبي محفظتك اللي يتفتح طاقات نور حبيبي يا ربنا يعزك طاقات نور بينور اكتر والله بوجودك يا شيخ ربنا يكبر خاطرك يا رب نعمل ايه مع اهالينا وحبايبنا دول لان ملو. احنا في كتير من الاحيان الدنيا بتلهينا في حالنا ايوه وبننسى حال غيرنا اللي ما يصرش لعدو ولا حبيب اللي هم مين بقى معلش اللي هم دول مين اللي هم الناس اللي المفروض نتعامل معاهم من منطلق ان هم السلالم اللي هيوصلونا للجنه لو احسننا التعاون معاهم حبيبي معك. الله يفتح عليك جميل جدا يعني اذا احنا كلنا واحد اكيد كلنا عند الله سبحانه وتعالى لا خير لعربي ولا فضل لعربي على اعجمي ولا ابيض ولا أسو... ولا اسود الا بالتقوى طبعاً. دايما احنا بنقرا اية قرانيه يا استاذ كريم انت بتفتح لي كده طاقه نور حلوه اه والله اي قرانيه بنقراها كلنا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ماشي ان اكرمكم عند الله ايه اتقاكم حلو طب. ربنا سبحانه وتعالى قال ان اكرمكم عند الله تقيكم اتقي هو اكرم الناس هو اتقاكم بمعنى اتقاكم, أتقاكم ده هو ايه بقى الاطلاق. اللي هو ايه بقى؟ ايوه ذا بيست آه. اللي هو بص اللي هو من الاخر <applause> ايوه <applause> اللي ملوش مقارنه صحيح. ان اكرمكم ده رقم واحد ده اكرمكم عند <applause> <دا> الله اتقاكم تمام <applause> بيتقي ايه؟ بيتقي حر جهنم بيتقي ايه؟ بيتقي كل ما هو يغضب الله عز وجل مع ربنا دايما عشان كده رب العزه سبحانه وتعالى بيقول في ايه قرانيه جميله جدا يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم هو انا مين؟ انا مين عشان انصر ربنا سبحانه وتعالى قال لا هو ربنا سبحانه وتعالى يحتاج نصرتي انا يا عم لا مش بكده تنصر ربنا في ايه واحد مثلا من الساده المشاهدين دلوقتي يقول لك لا الايه دي ما انزلش الا في الحرب يا عم بالرحمة ما تضايقش واسع ما تضايقش واسع الدنيا سهله وجميله خدها بالمعنى الاوسع ان تنصر الله عز وجل وربنا قال ان تنصر الله في الحرب ولا ان تنصر الله في الاطلاق في الاطلاق ايوه حلو الكلام م. ان تنصر الله ينصركم يعني ان تنصر ربنا سبحانه وتعالى في خلقه ما هو يا استاذ كريم انا تعاملي مع خلق الله مش تعامل مع خلق الله اصلا ده تعامل مع الله عز وجل من خلالهم من خلالهم ايوه حلو. انا بعامل الحق في صوره الخلق حلو. بعامل الحق سبحانه وتعالى في صوره ليه. الخلق تمام. بشوف بقى انا معاملتي ايه ما هو الدين مش صلاه وصيام وزكاه وحج حلو. وعمره بس لا يا حبيبي هو كمان الدين المعامله سيدي سيدي أد... شوف باسلوب القصر الدين المعامله صحيح. حتى نسمعها كده في ذات القران الكريم طبعا طبع. الدين المعامله صحيح. نسمعها كده طبع. الجمال ايوه الدين تعامل هو الاسلام انتشر بيه غير بالتعامل الحسن و... وربنا سبحانه وتعالى في القران يقول ايه بقى ولا الله من ينصره هلا 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 هل بالقسم طبع. ده اللي هينصر ربنا سبحانه وتعالى في خلقه والله ربنا لا ينصره والنصره دي ممكن تاخد شكل العطاء الله ينور على حضرتك خد بقى خد هينصرك على ايه؟ على الهم هينصرك على ايه؟ على الغم هينصرك على ايه؟ على الفقر هينصرك على ايه؟ على العوز هينصرك على ايه؟ على الاحتياج هينصرك على كل ظالم ربنا سبحانه وتعالى هيلين لك الحديد بالصبر تبلغ كل ما تريد وبالتقوى يلين لك الحديد بالصبر كده واحده واحده كده بالصبر تبلغ كل ما تريد وبالتقوى يلين لك الحديد تقوى ربنا سبحانه وتعالى والله ربنا سبحانه وتعالى يجعل كلمتك تقول للشيء كن فيكون ويا سلام بقى يا استاذ كريم بقى عشان ن يعني نحصل كل ده انا عن نفسي بقول ان رمضان ده رمضان ده قلب العام ما هو الا وان لكل شيء قلبها. طب قلب طب وقلب العام قلب السنه ايه رمضان بينبض بالخير ينبض بالبر بالاحسان بتعاملك مع خلق الله سبحانه وتعالى بيسعدك هنا بيسعدك هنا بيسعدك للفقير اللي هنا بيسعدك للمحتاج اللي هنا بيسعدك لنفسك اولا اسعد نفسك اولا وخل قلبك من الاغيار حتى تحل مكانها الانوار يا سلام. خلي بقى نظف بقى نظف بقى نظف قلبك بقى من كل ما هو غير الله عز وجل شيل نظف الحقد والبغضاء والكراهيه والحسد وحب المال والشح والبخل نظف كل ده دلوقتي يا استاذ كريم انا لو معايا كوبايه فيها رز عايز احط فيها سكر اعمل ايه؟ لازم افضي ايه الاول؟ الرز وبعد كده احط فيها الايه؟ السكر فانا قلبي مش هتخش جواه الانوار بتاع ربنا سبحانه وتعالى الا اذا فضيته عشان الانوار تخش وتدخل بقى وتبقى الدنيا زي الفل والقلب ايه بقى؟ ينبض طب فاذا رمضان نبض بقى خلاص جير الدم بتاع رمضان في بقيه شهور العام. طب في عايز البقين. عايز اروح معاك لزاويه كده معينه. اتفضل. زي ما في زياره القبور تذكره. حلو. هل في مش بالضروره مجاوره الفقراء والمساكين بس على الاقل القرب منهم الله بحد ادنى يعني يخليك تبقى ايه في مساحه للطبطبه في مساحه ان انت يبقى في بشاشه في وشك وانت بتتكلم معاهم جميل لو قابلت حد منهم تحسن السلام عليه، النوع ده من الامور لازم لما ادينا ايدينا في جيوبنا ولا ادينا صدقات ولا ما يعني ما فيش حاجه بس, بس ده المعامله دي لوحدها بس ده هل الانسان إيه؟ بيؤجر عليها؟ طبعا بس ده يجي امتى؟ يجي امتى؟ ما تنضف ده الاول مم. نضف قلبك الاول مم. هناخدها كده يا استاذ كريم انا وحضرتك الحلقه دي كده مراحل ماشي القلب عشان يشتغل قلبك عشان يشتغل لازما يمر بثلاث مراحل مم. اول مرحله مرحلة التخلي مم. اتنين مرحلة التحلي تلاتة مرحلة التجلي يا سيدي يا سيدي حلوين التلاتة دول تلاتة هم تعالى نعرف نتحلى بإيه ونتخلى أيوة. عن إيه حبيبي عشان نتجلى في الآخر تسلم حبيبي <applause> أول حاجة خلي قلبك من الذنوب والسيئات نظف نظف قلبك خالص ايوه هو نضف ال... ما هو نظف دي ولتها سهله تنفيذها ازاي ما... ما هو لازم مجاهده جاهد نفسك جاهد نفسك بقى شوف نفسك بتحب ايه والشيطان بيحب ايه وابعد عنه لا لا مش عايز مش عايز خالص زي ما حكيت لحضرتك قبل كده عن سيدنا ابو ذر الغفاري رضي الله عنه لا. لما دخل عليه الخادم ودخل عليه ولقى سيدنا ابو ذر لقى الغنمه رجلها مكسوره <applause> فقال له لا من الذي كسر رجل هذه الغنمه فقال انا انا كسرتها عمدا لاغيظك قال له عشان تغيظني انا قال له اه قال له حتى اغيظك فتأثم تنهرني فتأثم تاخذ ذنوبه وسيئات قال له انا والله لا اغيظن من حرضك انا هغيظ بقى اللي حرضك الشيطان اللي حرضك ولا نفسك انت حر لوجه الله يبقى ده. <applause> دي, 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 دي 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 المعامله بقى انه رزل اوعى على العتق الحقيقه <تصفيق> <تصفيق> مش كده برضه يعني لو انا اللي كسرت رجلي عشان, أغيظ أيوه عشان اغيظك ايوه عشان اغيظك وتأثم شفت بقى وتأثم وتاخذ ذنبه سيئة <applause> لا والله لا من <applause> حاضر انت حر لوجه الله دي ناس بقى ايه نظفت نضفت عشان كده بتعامل الخلق بصوره جميله جدا هو مش القرب من الفئه دي من اهالينا كفيل بان هو ينقي القلوب <applause> ويخلي الواحد يقعد كده يعني يقعد يتامل كده <applause> حتى مش لازم قدامهم في وشهم بس أيوة. حتى بينه وبين <applause> بس هو ايه اللي هيقرب بص حالهم عامل ازاي اللي هيخليك ترحم هو لازم ده يتغير الرك على ده ما هو ده مش الرك على القلب ما هو ده كان سؤالي ليك يا شيخ مصطفى مش طبع. مجرد القرب الدائم من الناس دي أيوة. كفيل بانه يساعدك على تنظيف القلب جميل جدا اه والله يا ريت بس قرب منهم اصل دول ايه بقى دول اهل الله عز وجل يعني ربنا سبحانه وتعالى بيعاتبنا فيهم فيقول ربنا في الحديث القدسي وهو يعني من هو بجلاله وبكماله يقول لك استطعمتك فلم تطعمك. اه طبعا فيقول العبد وكيف اطعمك وانت رب العالمين فيقول استطعمك, استطعمك عبدي, عبدي فلان يعني ايه فلان؟ يعني ده مذكور عند مين؟ عند ربنا سبحانه وتعالى خلاص بالاسم اما لو اطعمته لوجدت ذلك عندي آه. يا سيدي يا سيدي يا سيدي آه. الله سبحانه وتعالى يعاتب يعاتب عباده في عباده ده ايه الجمال ده؟ ده ايه العظمه دي؟ والله انه رب احق ان يعبد ونعمل. نعبد ربنا سبحانه وتعالى. بس كل ده لازم من قلبك يتغير الاول. ساعات وانت مثلا قاعد في العربيه او في مواصله او في تاكسي او ايا كان في اشاره واشاره مرور والاشاره مطوله حبتين. إيه؟ تمام. ساعات كتير في اماكن معينه خلاص الواحد بيبقى حافظهم وعارفهم يعني في اماكن معينه بتلاقي جيوش من الباعه الجائلين اللي معاه مناديل اللي معاه ورد اللي معهوش حاجه اللي بيحط لك خده على الازاز يعني باشكال مختلفه من من السؤال. تمام. تمام؟ ساعات الواحد غصب عنه وخصوصا اللي هو مش مستشعر فقر حقيقي، تمام. مستشعر اكتر ان دي مهنه وان هم عاملينها حرفه أيوة. ما هو ساعات الواحد بيبقى متافف وهذا التافف يظهر على الوجه وممكن عند البعض ياخد صوره تشويحه، قفله ازاز مع قلبه وش، النوع ده من الامور اللي فيه ما فيهوش جبر خاطر ده فيه كسر خاطر الله عشان كده ربنا سبحانه لاي سبحان درجه تعالى الواحد تعالى. يعني بيسيء بهذا الشكل شوف ربك سبحانه وتعالى يقول ايه في سوره الضحى؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم <applause> بيكلم مين؟ سيدنا النبي شوف أه؟ أه بقى حبيب بيكلم حبيب أه حبيب قال له فاما الس... فاما اليتيمه فلا تقهر طبعا واما السائله فلا تنهر طبعا ليه ليه فاما اليتيمه فلا تقهر قال لك لانه هو اصلا قهر قبل كده عندما فقد والده طبعا طبعا فبلاش تقهره مره طبعا عشان انت عليه يا يا طبعاً. طبعاً. رب طبعا سبحانك يا رب ما احلمك وما اعظمك يا رب وما أرحمه والله والله ما أرحمه سبحانه وتعالى وأما السائلة فلا تنهر ما معكش بالراحة رد عليه كلمة إيه صحيح. طيبة صحيح. كلمة الله يسهل بس بالراحة كده ما معكش الله يسهل لك, الله, يسهل لك. آه الله يبارك لك يا ابني كلمتين حلوين كده و. اكبر بخاطره زي ما حضرتك بتقول كده ده جبر الخطر ده حاجه عظيمه عند ربنا سبحانه وتعالى الناس للاسف الشديد في كاس من الثانيه تلاقي خدتها العنجريه وال... والانا ضربت عندها في السقف على ايه الكلام ده كله له لا مش عايز بس شكرا شكرا الله ينور عليك ليه ليه التافف وليه الرياكشنات المبالغ فيها اللي كل رياكشن منهم على حده كثير بانه يجرح تماما الشخص اللي ما فيش مشكله حتى لأ يعني مثلا لو انا قدامي دلوقتي حد انا انا زي ما حضرتك بتقول كده شاكك فيه أوه. ان هو فعلا مش محتاج لا 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 معلش هو ده بينه وبين مين؟ وبين ربنا سبحانه وتعالى طبعا. انت مالكش دعوه صحيح انت مالكش دعوه انت بتعامل ربنا سبحانه وتعالى احنا يعني خلصنا مرحله الايه التخلي ايوه ندخل على التحلي ايوه خلي قلبك من ايه من الذنوب أه والسيئات تمام طبعا. 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 اثنين حل قلبك بالطاعات حليه بقى بطاعه ربنا سبحانه وتعالى ايه بقى الطاعه بتاعه ربنا سبحانه وتعالى تقرب الى ربنا سبحانه وتعالى بقى بالفعل الحسن مم. ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه الكلمه الطيبه صدقه طبعا طبعا صحيح. وإماطة الأذى عن الطريق صدقة إماطة الأذى عن إيه؟ عن الطريق حلو دي إيه بقى؟ صدقة إماطة الأذى عن الطريق صدقة طب يا أستاذ كريم يا كريم إذا كانت إماطة الأذى عن الطريق صدقة فما بالك بإماطة الأذى عن القلوب صحيح 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 مليون في المية يا المي. ياه يا, يا. لا 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 دي, دي طبعًا حتة تانية طبعا دي حتة تانية وجبر خاطر تاني والدنيا لا ده ده انت في حتة وبالتالي ثواب ثاني جا... ده عند رب العباد سبحانه وتعالى بقى ايه الكريم سبحانه وتعالى نعم بالله ويجي بقى مرحلة الايه؟ التجلي التجلي يتجلى ربنا سبحانه وتعالى عليك طب ربنا يتجلى عليا ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول كنت سمعه الذي يسمع به الله. وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. طب هو أنا حاشا لله إن أنا أقول إن ربنا بيحل في إنسان. لا نفهم بس كده. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك لو لو ربنا تجلى عليك خلاص قال كنت سمعه الذي إيه؟ يسمع به. أنا والأستاذ كريم كده قاعدين في العربية. راكبين مواصلات. فالعربية كلها عمالة تتكلم والموضوعات وأنا متضايق وبنتي إبني والكلام ده. السواق يا أستاذ كريم مشغل قرآن. <applause> انا ودني مش لقطه كل ده لقطه قران بس هو ده بقى معناه كنت سمعه <applause> الذي يسمع به فلا تسمع اذنه الا كل خير يثاب عليه عظيم طيب انا يؤسفني ويحز في نفسي أيوة. ان انا يعني ايه اخدك بقى في سكه شويه تانية حبيب. وان كانت برضو سكه خير وحاجات كلها جميله واشكال مختلفه من ابتغاء مرضات الله من خلال العمل الصالح وهو كمان بطبيعه الحال ملف مهم جدا من ملفات مؤسسه طب الحياه حفر الابار في صحراء مطروح. خلونا نشوف تقرير ونرجع نفتح الكلام في هذا الملف. تفضل من اهم خصال الخير في الاسلام سقي الماء لان الماء به قوام الحياه ولان سقي الماء فيه بيان للعطاء العظيم والذي يلقى به صاحبه ثوابا كبيرا عند الله سبحانه وتعالى ورد في الحديث القدسي أن رب العزة قال عبدي استسقيتك فلم تسقي قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا استسقاك فلم تسقيه أما علمت أنك لو سقيته لوجدت لو ذلك عندي، سقيا الماء يصورها الحديث القدسي بأنها سقيا الله، بلاغة وصلت صيغتها النهائية، وتعطي أهمية قصوى لسقي الماء، سقيت إنسانا بيدك، أجريت نهرا، حفرت بئرا، عاونت مع غيرك في تيسير وتسهيل بلوغ الماء اللهم يسر لنا سقيا الماء واجعلنا من الموفقين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخنا الجليل الحقيقة يعني اضافه كبيره جدا وشرف كبير وزادت الانوار بوجود فضيله الشيخ طبعا الدكتور احمد عمر هاشم من خلال التقارير اللي شفنا واحد منهم دلوقتي ده, ده ده سيدنا الكبير ده ده امير المؤمنين في الحديث استاذنا العلامه الصوفي النوراني الجميل اللي بيحثنا جميعا على سقي الماء آه طبعا. لان سقي الماء طريق الى محبه الله عز وجل زي ما قلت لحضرتك قبل كده ان القاعدة بتقول حبيبه وحبيبي حبيبي, حبيبي. طب. طب سيدنا النبي صلى الله عليه و وسلم سي. بيحب الميه بيحب سقي الميه طب انا ما بحبهاش ازاي؟ ووصى بيه اه سيدنا كبير. سعد رضي طب. الله عنه طب. لما راح له قال له يا رسول الله ماتت امي افاتصدق عنها؟ طب هو بيتكلم عن امه اللي هي اغلى حاجه في الدنيا طب. كلها طبعا بعد محبه سيدنا النبي صلى الله, الله عليه و وسلم السلام. طب اغلى شيء بالنسبه له البركه كلها اللي كانت عنده في البيت ماتت امي افاتصدق عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم السلام. نعم وعليك بسقي الماء يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيدي هديه هيدي هديه شكلها عامل ايه طبعا احلى هديه واجمل هديه وكل شيء جميل من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دايما يا استاذ كريم كده انا مرتبط بالميه ومؤسسه نبض الحياه منذ انطلاقها في 2014 الى الان الى ما شاء الله بفضل الله متخصصه بنسبه كبيره جدا في الميه بالوانها بقى المختلفه زي ما الاستاذ كريم بيقول أنا ممكن أسمع سيب لنا الترعاية دي اتفضل حبيبي عد حفر آبار ارتوازية حفر آبار تجميع بيها امطار أيوة وصلاة مياه أيوة وبعد ما الموضوع اتطور وتصعد في الفترة الأخيرة بقى في كمان محطات تنقية وتحلية المياه سيدي إيه الله, الله على الحافظ <تصفيق> <تصفيق> كلها ملفات مهمة جدا وكلها الله. وكلها بتصب بكل الخير في بيوت مفتقدة كباية مية حضراتكم ممكن تبقوا أكيد متخيلين مدى قسوة هذا الأمر عموما إحنا لسه عندنا كلام كتير هنتكلمه في هذا الإطار بس اسمحونا نطلع فاصل الأول ونرجع بعدها نكمل كلامنا تفضلوا مرة تانية عشان نكمل قعدتنا الحلوة ودردشتنا الجميلة مع فضيلة الشيخ مصطفى العكريشي المستشار الديني لمؤسسة نبض الحياة واللي فتحنا معاه مع نهاية اللينك اللي فات ملف حفر الآبار تحديدا في صحراء براني أو صحراء مطروح وبرضه عشان اللي من حضراتكم ما كانش متابعنا قبل كده ومش عارف قوي احنا بنتكلم على ايه مبدئيا لما بنقول صحراء مطروح عشان الذهن ما يعني ما يروحش كده والخيال يشطح لل... اللي هو الابيض وعجيبه ومرسى مطروح الشاطئ والشباسي وال... لا احنا بنتكلم في موضوع تاني خالص احنا بنتكلم على ناس عايشين في اقرب نقطه تقريبا لحدود مصر مع ليبيا أيوة. مش كده برضو اه طبعا صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء بكل ما تحمله كلمه من معنى ما فيش هم اسيادنا دول عايشين بعيد عن مرسى مطروح بحوالي 230 240 كيلو مم. مم. نبض الحياه بفضل الله عز وجل من 2018 لحد النهارده بفضل من ربنا عملنا اكتر من ألف بير تجميعيه لمياه الامطار ما شاء الله الحمد لله الله. رب العالمين حمي. وباذن الله في زياده ببركه ربنا عز وجل الاول ثم ببركه اسهامات ومساهمات الساده الكرماء الطيبين المتصدقين حكي. اللي هم دايما في ظهرنا اللي بيقولوا لنا روح اي مكان وما تقلقوش وبشروا الناس وجبروا بخاطرهم وطمنوهم وقولوا لهم ان مدد ربنا سبحانه وتعالى جاي في الطريق خلي الناس تفرح فرحوا الناس طبع. احنا في نبض الحياه بفضل الله عز وجل صناع سعاده صناع بسمات ربنا يديمها صناع سرور كلنا وحضرتك معانا اه والله كل فريق <تبنى> البرنامج والله يا شيخ والاستاذ المخرج والاستاذ رويده وكل فريق الاعداد وكو والناس الحلوه كلها كلنا يا رب يعني ربنا يكتب لنا أمين. بالعمل الصالح ده والله أمين اجر أمين. طب يتقبل كلمه وفضل ربنا عز وجل يعني بص هنروح في حته ثانيه احنا شغالين في ثلاث اماكن بفضل الله عز وجل بعيد عن مطروح بحوالي 240 او 250 كيلو أمين. سيدي براني أمين. النجيله المثاني حتى في اسيادنا المتبرعين راحوا معانا قبل كده مع مؤسسه نبض الحياه وراحوا شافوا بعينيهم الابار اللي بتحفرها مؤسسه نبض الحياه وبتنفذها وبتشرف على حفرها وقفوا واستلموا الابار بنفسهم منهم اللي ابنها توفي ومنهم اللي ابنه شهيد بفضل الله عز وجل ومنهم اللي بيعمل لابوه ومنهم اللي بيعمل لامه ومنهم اللي بيعمل لابنه ومنهم اللي بيعمل لبنته يعني بجد انت بتشوف حاجات تانية خالص لو خالص كل خالص واحد خالص ورا قصة مليانة تفاصيل يا طبعا. الله حتى احدى السيدات الطاهرات راحت معنا مطروح وكانت متبرعة لابنها ابنها توفي في حادث فبعد ما ابنها توفي في حادث قالت انا هعمل له بير مية فعملت بير مية باسم ابنها وراحت معنا هناك وقالت لازم نحضر افتتاح البير راحت معانا وشافت البير الجميلة الطيبة اللي هي ميتها عذبه وقعدت على البير وقعدت بقى بقى انهار من الدموع طبع. عمالة عمال ابص تنسال على خديها طبعا طب اروح فين؟ اجي منين؟ انا نفسي يا ابني بس يعني تيجي لي في المنام كان اسمه يوسف نفسي يا يوسف تيجي في المنام كانت دايما تقول ايه؟ ابن حبيبي روحي ضنايا حاسه كانك لسه معايا ابن حبيبي روحي ضنايا حاسه كانك لسه معايا وقاعده عماله تعيط وتنزل بالعياط اه والله وعملت له ايه بقى له صدقه بتجمع روحي وروحك صدقه يربط على قلبها يا رب, رب اللهم امين يربط على قلبها تصور بقى ست ام يوسف ديت بعدها بفتره اتصلت وقالت انا عايز اكلمكم اكلم الدكتور مصطفى طلع حاضر فكلموني الست آه عايز عايزه اكلمك قالت لي والله في لقيت ابني جالي في المنام بتحلف بالله والله ابن ابني الله. جالي في المنام الله. ومش قاعد كده في الجنه بس لا ده قاعد ماسك كوبايه وبيسقي الناس في الجنه قلت لها الله اكبر ده ايه العظمه وايه الجمال وايه المحبه دي كلها قلت لها والله العظيم ابشري ابشري قالت لي هو كده فعلا قلت لها حقا دي لوحدها بشاره اه والله قلت لها حقا دي ولا الحلم ده لوحده اه رؤياهم في في المنام حقا اعرف ان لو شفت والدك بفضل الله عز وجل وهو ينعم في الجنه هو بينعم في الجنه لو شفت والدك بفضل الله عز وجل لابس ابيض فبيض ولا هو لابس ابيض ربنا سبحانه وتعالى. لو شفت والدك او والدتك في المنام ووشها كله نور اعرف انه من نور ربنا سبحانه وتعالى. كل ده حقيقه على, على ارض الواقع. حتى التفصيله دي عايز استسمحك كده نتكلم عنها برضه في حلقه بس بشكل مفصل. باذن لأن الله. لان في ناس كتير قوي فعلا بتسعد بالنوع ده من الرؤى أيوة او الله. الاحلام. عموما خلينا نشوف دلوقتي بس تقرير ليه علاقه بحفر الابار في مطروح وبرضه بعديها نرجع نكمل كلام خليكم معانا اتفضل. جميل قوي انكم تكونوا صحاب وزمايل في الشغل ومجتمعين مع بعض وتكونوا ايد واحده ده جميل جدا والاجمل بقى من كل ده ان تلاقي الإصحاب دول والزمايل دول في العمل مجتمعين كمان على عمل صالح اعرف ان الصحبه دي مش صحبه يومين اعرف ان الزمايل دول مش بتوع دنيا بس وخلاص لا تدور ان شاء الله عز وجل مع بعض في الدنيا وفي الاخره ومش في اي مكان ده في الجنه ومش في الجنه كمان في اي مكان تدور دول في اي بي في الفردوس الاعلى ليه؟ لان هم فكروا ان هم يجتمعوا في الدنيا على عمل صالح العمل الصالح ده اجره كبير جدا ومش اي عمل صالح يجتمعوا عليه لا تعمل صالح يفيد اكبر قدر من الناس ويدخل عليهم السرور ويسعدوهم ويجبروا بخاطرهم علشان خاطر العمل ده يرفعهم في مكان تاني ما هو لما سيدنا النبي سأل من أحب الناس لربنا قال أنفعهم للناس أنفعهم للناس مش نفع مؤقت إن أنا أعمل صدقة مؤقتة لا عمل صالح يخدم أكبر قدر من الناس وأكبر مدة وهو ده العمل الصالح اللي قدامنا اللي الجهاز الفني والإداري والطبي بقيادة الكابتن ربيع ياسين بنقول لهم جزاكم الله خيرا واهل المكان هنا في صحراء براني بيقولوا لكم جزاكم الله خيرا العمل الصالح ده استفاد بيه وهيستفيد بيه اكبر قدر من الناس هنا لا بل كمان حتى الحيوانات الموجوده هنا طيور مواشي مع ماعز كل الحيوانات اللي اهل المكان بيربوها ده المصدر الوحيد للميه في المكان هنا في المنطقه دي ومش هيعيش يوم ولا اتنين ولا تلاته ولا سنه ولا عشره ولا خمسين سنه ده عمره ممتد البير ده لا يقل عن مئة سنه تخيل اجور داخله واجتمعوا على محبه ربنا في هذا العمل الصالح واسعدوا وجبروا بخاطر اهل المكان علشان كده كلنا واهل المكان بيدعوا لكم وبيقولوا لكم ربنا يسعدكم زي ما انتم سعدتونا وربنا يجبر بخاطركم زي ما جبرتوا بخاطرنا وربنا يحبكم زي ما انتم الفتوا قلوبنا وخلتونا حبينا المكان عمل صالح زي ده في المكان اللي احنا فيه ده حبب اهل المكان في هنا اكتر سيدة هاجر لما سيدنا ابراهيم تركها في المكان قالت له هتسيبنا في مكان ما فيش فيه زرع ولا مية ايه اللي خلاها تقعد في المكان ده في مكة ان ربنا جاب لها بير زمزم خلى كل الناس تيجي للمكان ده فالمية بتجيب الناس للمكان ده فربنا عز وجل يحبكم زي ما انتوا حببتوا الناس في المكان ده واسال الله عز وجل ان يجبر بخاطركم في الدنيا وان يكون هذا نورا لكم في الاخره وان يسقيكم كلكم من يد الحبيب صلى الله عليه وسلم شربه هنيئه لا تظمأون بعدها ابدا وكما جمعكم في الدنيا على طاعته ان يجمعكم في الاخره في جنته في الفردوس الاعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا بفضل هذا العمل الصالح ونحن معكم اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين هو من ناحية هذا الشكل من أشكال العمل الصالح فهو فعلا شكل جميل من أشكال العمل الصالح وفي كل مواصفات الصدقة الجارية بمناسبة الصدقة الجارية يا شيخ مصطفى مش الصح أن الواحد يبادر بعملها بنفسه دون الاعتماد على أن أولاده أو أن حد غيره يعمله له طبعا مش كده برضه؟ اه طبعا لان دايما مرتبط عندنا صدقه جاريه بان فلان او الواحد بيعملها عن والده المتوفي او أيوة. والدته المتوفيه ازاي لكن مش كلنا بناخد بالنا من ان احنا المفروض احنا اللي نعمل ده لنفسنا بنفسنا ربنا سبحانه وتعالى قال في القران وما تقدموا لانفسكم طبع. من خير تجدوه عند الله. الله انا الله اعلم غيري هيعمل لي ولا لا طبع. ابني هيعمل لي صدقه جاريه ولا لا بنتي بعد ما انا انتقل الى الدار الاخره هتعمل لي صدقه جاريه ولا لا طبع. ما انا جمعت لهم كل ده وهروح اتحاسب عليه واحد وهم لا ينعموا في بيت المال طب انا اعمل ايه لا انا بقى اذاكر كويس واستعد كويس طبع. عارف امتى هيستعد يا استاذ كريم؟ لما يعرف هدفه في الحياه ايه؟ وربنا خلقه ليه؟ اجعل لازم كل واحد فينا ما يعيش الحياه كده هباء منثورا. لازم يبقى لك هدف، لازم يبقى لك ايم، لازم يبقى لك جول. مم. مم. اجري كده عشان تحرز الجول ده والايم ده وتحقق اهدافك في حياتك. الهدف ده من وجهه نظر كتير من الناس ايوه هو مش الهدف اللي المفروض حضرتك بتتكلم عليه قد ما هو الطموح الشخصي. لا بالعكس, يعني... بالعكس شوف ايه اللي هينفعك؟ ايه اللي هينفعك عند رب العباد سبحانه وتعالى؟ ايه اللي هيبقى؟ اللي انت بتنفذه في الدنيا كل ده حلو وكل حاجه بس مش هيروح معاك طبعا انت اللي هيروح معاك عملك الصالح اللي هتلاقيه عند ربنا سبحانه وتعالى نفسي يا استاذ كريم نحذر الفيله في رمضان بمعنى بمعنى احنا حصل ايام الامام مالك رضي الله عنه كان بيشرح سنه سيدنا النبي وسير سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي مسجد سيدنا النبي صلى الله طبع. عليه وسلم طبع. فالمهم سيدنا الامام مالك رضي الله عنه وصاحب المذهب الكبير طبعا وصاحب كتاب طبع. الموطا للامام مالك فقعد حواليه التلامذه بتوعه تلامذته قاعدين بيسمعوا منه م. فواحد جه من بره جري الحقوا الحقوا في فيل جاي مكه الفيلة جاي مكه إيه ها اجروا كله جري راح يشوف إيه الفيل لان مكه اصلا مش ارض الافيال طبع. ولا كلام ده جديد عليهم فكل الطلبه اللي حوالين الامام مالك خدوا بعضهم ايه وجريوا وراحوا راحوا يضو... يتفرجوا على ايه الفيل. على الفيل الا طالب واحد بس اسمه يحيى بن يحيى الليثي فضل قاعد مكان. فضل قاعد فسيدنا الامام مالك بص له كده قال له انت ما جريتش معاهم ليه عشان تشوف الفيل؟ قال له انا لم اتي للمدينه ها هنا كي ارى الفيل انا جاي ارى مالك انا جاي اشوفك انت انا مالي مال الفيل ايه دلوقتي فيل ايه وبتاع ايه؟ شوف أنا, انا جاي ارى ايه؟ مالك طب بعد كده ايه اللي حصل؟ بقى يحيى بن يحيى الليسي هو اللي يتخذ الاخبار بتاعته والروايات بتاعته عن الامام مالك وتبقى هي الوحيده الموثقه في موطئ الإمام مالك والباقي ده كله احذر الفيله، ايه الفيله دي بقى؟ المقصود بها ايه برضه؟ اي حاجه تخيلك اه اي حاجه الله ينور على حضرتك طبعا. لا لازم يبقى ايه لك ايه؟ اه لازم يبقى لك ايه؟ هدف احذر الفيله وبخاصه في رمضان اوعى ايه من الفيله، اوعى ايه حاجه تيجي تشتتك وتاخد نظرك ولا تاخد فكرك ولا تاخد طبعا. لا 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 خالص انت لازم يبقى لك هدف وعشان كده لازم يبقى عينك عليه طب انا عشان تسهل عليا النهايات انجز خلي عينك على الهدف لما نكون في سباق يا استاذ كريم في سباق جري انا عيني على الهدف وغير عمال يبص عليا مشغول بيا احنا عندنا في قاعده بتقول الملتفت لا يصل هتلتفت يمين وشمال مش هتوصل انت خلي عينك على الهدف وبتجري حتى نلاقي كده في السباقات بتاع او وكلام ده على العاب القوة نلاقي في واحد جاي من ورا خالص وخط ده كله وبقى هو رقم واحد ليه؟ لان عينه على الهدف همته عظيمه جدا مش مستني ان حد تاني يعمل له صدقه او هنا او هنا وهنا يمكن يا استاذ كريم كان في مسجد تسمع عنه اسمه مسجد العنبه اظن بس ده في احدى الدول العربيه ده مش في مصر اه اسمه مسجد كن. العنبه أوكي. مسجد العنبه ده ده, ده, ده في تونس؟ أي ده في الامارات اه اوكي معلش مسجد العنبه ليه سموه مسجد العنبه؟ ده راجل طيب جدا كبير في السن كان جاي من بره في يوم فشاري عنب فدخل البيت منهك وتعبان فحط العنب على الترابيزه م. تمام واولاده موجودين والكلام ده ودخل يتوضا ويصلي ركعتين خرج ما لقاش ولا عنب العيال عملوا فيه ايه فرتكوا العنب فرتكوا العنب كالوه ما خلوش حاجه فالراجل ده وقف مع نفسه وقفه حق قال لهم اذا كنتوا عملتوا كده وانا بين ايديكم ونسيتموني صحيح انتوا نسيتوني وأنا, وانا بين ايديكم ما خليتوليش ولا عنبه صحيح اه ما فيش ولا عنبه ولا واحده <applause> تفتكروا ابوكم بها وانا بين ايديكم أمال لما انتقل للدار الآخرة هتعملوا فيا إيه؟ لا ده أنتوا هتنسوني خالص بقى. راح عامل إيه؟ أنشأ مسجد وسماه مسجد العنبة. عشان <applause> عشان خاطر يفتكر أولاده آه ويفكر كل الناس إن محدش هيعمل ثوابهم طول العمر. والله بجد شفت الجمال بقى الناس طبعا. اللي بتفهم صح قال لا أنا لازم أعمل لنفسي عمل خير يبقى لي وعمل صالح يبقى لي عند رب العباد سبحانه وتعالى ألاقيه وألاقي ثوابه في الدنيا وبعد ما انتقل الى الله عز وجل فبنى مسجد وسماه مسجد العنبه فدلوقتي في ناس كتيره دلوقتي بتتفرج علينا النهارده في حلقتنا يقول لك ان ان شاء الله ابني هيعمل لي ده ابني بر بيا النهارده الله هو اعلم كل يوم إن هو اللي يفكر كده قوم شيك على عينه الأول قبل ما ياخدك طيب تعالوا نشوف اخر تقرير معانا في هذا الاطار اتفضل بعض الاشخاص مميزين جدا في حياتنا وربنا سبحانه وتعالى جعلهم في حياتنا علشان خاطر يكونوا مصدر للأمن والأمان وبعض الناس التانية يقبل الله سبحانه وتعالى إلا ان هو يجعلهم سبب للأمن والامان وهم أحياء وسبب للأمن والأمان بعد ما ماتوا لو وصيت حضرتك معايا على البير اللي انا واقف قدامه ده للشهيد المقدم أحمد سمير رحمة الله عليه ربنا تقبله في الشهداء يا رب العالمين نال الشهادة وهو بيأمن حياة الناس في الوطن وبعد لما يموت ربنا سبحانه وتعالى يجعله سبب في تأمين حياة بيت زي ده وناس زي دول في احتياجهم للميه. عمرك شفت كرب من ربنا اكتر واحسن من كده؟ ربنا يجعله في ميزان الحسنات، وربنا سبحانه وتعالى يبلغه كل النعيم اللي تسبب فيه بمجرد اسمه بس لاهالينا اللي موجودين في صحراء براني بنقطه الميه اللي تامنت ليهم بسببه. وربنا سبحانه وتعالى يجعل ذكره يوم القيامه في الملأ الاعلى ويجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. قال صلى الله عليه وسلم ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال على الاخره ياتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الرائحه فيقول له ابشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له من انت فوجهك وجه الخير فيقول انا عملك الصالح هو ده عملك الصالح اللي ربنا عز وجل هينور به قبر كل واحد منا هو ده النور بتاعنا هو ده اللي هيخلي القبر روضه من رياض الجنه هو ده اللي هيظلنا يوم لا ظل الا ظله هو ده اللي هيكون معانا في الاخره لا وفي الدنيا كمان طيب قبل ما الوقت يسرقنا وقبل ما نقفل مؤقتا الملف ده عايزين برضو نعرف الناس بعد اذن فضيلتك التفاصيل ايه لو حد خلاص فهم مستوعب وادرك حجم اهميه او مدى اهميه هذا الامر الجلل العظيم اللي مردوده كمان لن يقل عظمه باي حال من الاحوال واللي الاستدامه متحققه فيه طبعا بحكم ان هو بير احنا بنتكلم على حفر بئر فتكلفه هذا الامر قد ايه؟ بفضل ربنا عز وجل انا قبل ما اتكلم عن التكلفه بصفه عامه انا نفسي اتكلم عن الاسهامات. فضل. نفس كل واحد دلوقتي بيتفرج علينا يبقى له بفضل الله عز وجل علامة يذكر بها يوم القيامة لازم يبقى لك علامة على وجه الأرض إيه بقى؟ أنا مش عايز أقول المبلغ بصفة عامة ليه هو المبلغ كله خمسة وعشرين ألف جنيه بس أنا بقول في ناس بتستكتر وعشرين ألف جنيه على نفسها يقول لك لا ده كتير وبتاع والكلام ده ماشي ربنا سبحانه وتعالى فتح لك الطريق بإيه بقى؟ بالإسهامات ان انت ما هو الف من هنا الف من الاستاذ كريم على الف من مصطفى على الف من الاستاذ عبد الفتاح على الف من جهاد على الف من ده على الف من ده بفضل ربنا عز وجل عملنا بير تجميعيه لمياه الامطار ورحمنا اخواتنا يعني واسيادنا الكبار جدا اللي هم كبار السن والمشايخ في صحراء براني صح. والنجيلة والمثاني من المشاوير اللي هم بيتكبدوا عناها يوميا مش عارف حضراتكم خدتوا بالكم ولا لا في الكلام يعني خدتوا بالكم لما الشيخ مصطفى قال لكم ايه؟ قال في ناس بتستخسر المبلغ ده على نفسها. ايوه. مش بتستخسروا في الناس اللي هم هيتبرعوا لهم بتكلفه حفر البير، لا هم بيستخسروا في نفسهم. ايوه. معلش لازم نفسر النقطه دي للناس. أوه ليه؟, ليه قلت بيستخسروا في نفسهم؟ ايوه. وما قلتش بيستخسروا في الناس؟ لا ما بيستخسروش في الناس ابدا، هم بيستخسروا على نفسهم وبيستكتروه على نفسهم. م. ليه؟ بيستكتروه ليه؟ نفسك مزينه لك ايه؟ انك هتاخد المال ده معاك؟ انت مش ممكن تاخد المال ده معاك، بس ممكن تخلي المال ده هو اللي يبقى في شرف استقبالك يوم القيامه هو اللي يستقبلك بقى تعالى تعالى معايا انا عايز كل واحد دلوقتي بيتفرج عليا اي اسهام 500 جنيه 1000 جنيه 2000 جنيه 3000 جنيه اللي تقدر عليه بفضل ربنا عز وجل مش قادر تعمل دي لغيرك غيرك على الخير الواحد... كفاعله الواحد فرحته بتتحقق بشكل اكبر والطمانينه بالتالي بتزيد بشكل اكبر لو كان هو اللي لوحده بحفر بئر بالكامل، بيبقى عنده إحساس بالسكينة كده إن أنا إيه؟ أنا حفرت لنفسي أيوه بير تمام؟ لكن أكيد المشاعر هتختلف لو أنا دفعت مثلا جزء من التكلفة. مفيش أدنى مشكلة، هي الفرحة أنا بقول أهو، اللي ربنا مقدره مش مهم الفرحة، المهم الأجر والثواب، أخبره إيه بقى في الحالة دي؟ لا ده هو نفسها نفسها. ما هو أنت أنت بنيتك، أنت بالنية بتاعتك، أنا نيتي مع ربنا عز وجل إن أنا عايز يبقى لي ثواب عظيم. انا بقول لك اهو بنيتك والله العظيم هتساهم انت بتتاجر مع الكريم سبحانه وتعالى القليل في نظرك امل لغيرك طبعا ما تستنقص اي حاجه يعني يا سلام على جهد المقل واحسن العمل الصالح ادومه وان قل حتى لو قليل بس خلي بينك وبين ربنا كده حاجه متصله وطبعا كالعاده دايما معانا الاوبشن بتاع معكش دل لغيرك ايوه الله ينور على حضرتك ولك نفس الاجر مفيش ادنى مش اه طبعا الدل على الخير فله مثل اجر فاعله دون ان ينقص ذلك من اجورهم شيء تمام. ده انت بتتاجر مع الكريم سبحانه وتعالى بالله. خليك مع الله عز وجل سيبك بقى من الخلق وسيبك من الناس وسيبك من حب الدنيا سيبك من كل ده وكن م. كن ممن يسعد الناس اينما ذهب ولا تكن ممن يسعد الناس اذا ذهب يا سلام عليك احنا نطلع تعالوا بقى نبتدي كلامنا عن حملة ومبادرة مهمة جدا من مبادرات مؤسسة نبض الحياة اسمها ويطعمون الطعام التفاصيل مبدئيا كده هنتعرف على جانب منها من خلال هذا التقرير نرجع من التقرير نفتح الملف اتفضل اعظم النداءات اللي حضرتك ممكن تسمعها هو نداء اهل السماء لاهل الارض عندما تسمع اهل السماء ينادون يا باغي الخير اقبل ايوه النداء ده بيوجه لكل واحد فينا والنداء ده بيخاطب قلب كل واحد جوانا ولكن كيف اقبل ده سؤال مهم والاهم كيف يقبلنا الله عز وجل عايز تعرف الاجابه تعالى وانا اقول لحضرتك الاجابه ان حضرتك في شهر ايه؟ في شهر الكرم والجود وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان اجود ما يكون في شهر رمضان عليه الصلاه والسلام، واحنا النهارده في مؤسسة نبض الحياة في حملة ويطعمون الطعام، الحملة اللي بتستهدف ان احنا نوصل للقرى والاسر الاولى بالرعاية والاكثر احتياجا في كل المحافظات. متواجدين مع حضراتكم في كل محافظات جمهوريه مصر العربيه وموجودين النهارده تحديدا في محافظه الغربيه عشان نشهد احتفاليه هي احتفالية فعلا وجود السيد المحافظ الغربية ان هو يشارك نبض الحياة ويثمن المشروع الخيري والانشطة الخيرية اللي بتقوم بها نبض الحياة الحقيقة يستحق يعني مننا كلام كتير وكتير علشان نشكره على الدعم المعنوي اللي بيدعم به نبض الحياة ولكن الدعم المهم والاهم هو دعم حضرتك لاستمراريه الحمله ان احنا النهارده نفسنا واملنا مش نوصل كل اسره كرتونه لا يبقى كل اسره عندها احتياجها الكامل من المواد الغذائيه اللي متوفره في كرتونه رمضان عشان كده بقول فرصه حقيقيه واحنا في شهر الكرم والجود واحنا في شهر رمضان نتقرب لربنا سبحانه وتعالى بان نشارك في هذه الحمله المباركه نتواصل مع نبض الحياه ونشارك باللي نقدر عليه كرتونه مش كتير على حضرتك 200 جنيه هتدخل السعاده والفرح والسرور على اسر كتير جدا <مترجم> <مترجم> شفتوا الشيخ احمد علي الكرتونه مش كتير عليك هتدخل من خلالها السعاده والسرور على الناس فعلا بتسعد كل شخص امكانياته ما يعلم بها لربنا ربنا ظروفه ما يعلم بها لربنا صيام وما عندوش حاجه يفطر بيها عياله يعني ما فيش حاجه ممكن تسعده اكتر ولا ابلغ من الكرتونه اللي احنا بنتكلم عليها دي تسعده هو الاول لا تسعد المعطي الله أبع. الله ينور على حضرتك المعطي اللي انا بتورع لوجه الله عز وجل من اول ما ببرع لا لا من اول ما بنوي بفضل ربنا عز وجل أبع. السعاده بتحصل بقى والسر والدنيا بتتقلب 360 درجه أبع. إيه خلاص انت مش انت هو انت اكرم من ربنا سبحانه وتعالى والله العظيم ابدا ده ربنا سبحانه وتعالى اسمه الكريم طب انت اكرمت عباد الله عز وجل انت حضرتك في اول الحلقه قلت في المقدمه حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه من ايه من نفس المؤمن قربة من قرب الدنيا ماشي نفس الله عنه قربة من قربة يوم الايه القيامه من ايه من نفسه يعني ايه التنفيس يعني ايه هو الواحد <applause> معايا انت أيوة. أي يعني هو إيه؟ انت غريب عن التنفيس <applause> يا مصطفى حبيبي لا بجد والله ما النفسة شوف انت الانبوبه عندك في البيت تقول الانبوبه مالها منفسه منفسه ايوه صح يعني هل الخرطوم خارج منها لا بس فيه, فيه في فتحه فيه خرم فيه حاجه حاجه ايه بقى صغيره ده معنى نفسه يعني انت ما حلتلوش المشكله لا انت بس عملت ايه؟ صحيح انت مجرد تنفيذ بس صحيح. يعني انت ها آه حاولت ان ايه؟ ان ان الضحكه تترسم كده بس بس يعني مش بكتير آه. لا والله ابدا مش حلت له المشكلة, المشكله او شلت الكربه ابدا انت مجرد, مجرد تنفيذ تنفيذ بس مم. انت نفذت عنه صحيح. بس خليته يعمل ايه بقى زي ما الاستاذ كريم عمل كده؟ طبعاً. اه الحمد لله خليته يبشر كده ويبشر بايه بقى؟ بالخير ان الخير جاي بفضل ربنا عز وجل صحيح. والحمد لله رب العالمين كان ده موجود مع مؤسسة نبض الحياة زي ما هو ظاهر على الشاشة دلوقتي مع سيادة الأستاذ الدكتور طارق رحمي يعني محافظ الغربية ورحنا هناك بفضل الله عز وجل والأستاذ عبد العزيز محمد رضا عبد العزيز كان موجود آه وفضل الله عز وجل تم توزيع 7000 كرتونة ما شاء الله 7000 كرتونة في حملة ويطعمون الطعام ما وديت مش أيام حملة ويطعمون الطعام طوال العام ودي السنة التانية اللي احنا شغالين فيها يا أستاذ كريم على كراتين رمضان بفضل من ربنا عز وجل احنا بنروح بندخل عليهم السعاده م. والسرور انت راح يا دوب بس انت بتنفس 200 جنيه زي ما الشيخ احمد ممدوح كان بيقول دلوقتي في التقرير يعني يعني بعيدا عن رمضان الكراتين دي هتكون حاضره معانا شغاله بقى. شغاله طول العام طول جلد. العام تمام الشيخ احمد ممدوح <applause> بيقول لك 200 جنيه مش كتير فعلا 200 جنيه مش كتير بس مش كتير على مين على اللي مش حاطط الدنيا في, في, في قلبه حاططها في ايديه وعنده هدف وعارف هو ربنا سبحانه وتعالى ارسله هنا ليه عشان ينفس في ناس بتنفس مم. وفي ناس بقى لو كملت الحديث اللي حضرتك قلته مم. ومن يسر على معسر ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا إيه وفي الاخره الاول نفس انما الثاني يسر خلاص والدنيا بقت قدامه ميسره انا قلتها على معسر حبيب على معسر انا يا لا سلام غلط كويس برضه عشان يعني عشان <applause> ومن يسر على معسر آه يسر الله عليه فين في الدنيا والاخره في الاثنين مش في الاخره بس لا في الاثنين عظيم طب انا دلوقتي في كرب انت في كرب وفي شده مفيش ادنى مشكله اخرج و... واخرج حاجه لوجه الله عز وجل اخرج 200 جنيه وقول لي بعدها حياتك عامله ايه لازم هيبقى ومن... فيه فرق لازم ده وعد ربك سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى مفيش اصدق منه ومن اصدق من الله حديثا ومن اصدق من الله قيلا مفيش مفيش ده وعد ربنا سبحانه وتعالى وما انفقتم من خير فهو يخلفه صحيح. وهو خير الرازقين طب انت بتنفق على قدرك ربنا سبحانه وتعالى هيديك بس على مين على قدره هو, طب هو نعم. انا نفسي بقى يا استاذ كريم تنبيه اتنشن اتونسيو بالفرنساوي اهو بالفرنساوي كله انتباه من حديد ليه انا عاوز الايام المباركه ديت ما تضعش مننا بقى منثورا كل نبضه من نبضات رمضان فيها خير كبير جدا فيها بركات كل نبضات فيها بركات تمام؟ بفضل من ربنا عز وجل، في ناس لسه لحد النهارده ما اخرجتش زكاة مالها. زكاة المال غير صدقة الفطر خالص يا جماعة. زكاة المال، في ناس نصحة زي ما قلت أنا وحدك قبل كده، في ناس صنايعية. صنايعية كده في الخير، ناصحة، ناصحين. يخرج الزكاة بتاعته فين؟ في رمضان، في شهر الخير والبر والإحسان. في ناس ما بتخرجش خالص ما تعرفش، لا أنا بقول لك النهارده أهو. شوف زكاة ربنا سبحانه وتعالى وحق ربنا سبحانه وتعالى في ملك قد ايه بس هو مش زكاة المال المفروض تطلع في صورة مال مش في صورة أيوة. أيوه هو بيخرج مثلاً. مال هو بيخرج هو بيخرج آه. مال طب المال ده بيعمل ايه بقى بيتحول بفضل الله عز وجل للاوجه الثمانيه اللي ربنا سبحانه وتعالى وصى بيهم انما الصدقات للفقراء والمساكين آه. والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم آه. والغارمين وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل اللي هم الاصناف الثمانيه آه. اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عليهم حتى بعض الساده العلماء وكبار العلماء واساتذه الفقه المقارن زي سيدنا الاستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف استاذ الفقه المقارن في جامعه لازر قال الباب السابع ده اللي هو وفي سبيل الله باب واسع جدا ما هو ده في سبيل الله طبعا. كرتونه رمضان ما في سبيل الله إيه اطعام الطعام هو في سبيل الله ده احب حاجه لربنا سبحانه وتعالى اطعام الطعام يعني انا ممكن اطلع زكاه المال بتاعتي في الصوره دي اه طبعا بفضل الله عز وجل ايه المشكله ما هو ده اساتذتنا اللي قالوا بقى وفي سبيل الله ده بقى باب واسع لا اصل انا انا برضو ما انا زي زي ناس كتير معرفتنا بالتفاصيل دي ممكن تبقى سطحيه الى حد ما انا بالنسبه لا 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 لي دا دا زكاه دا المال من المتعارف عليه انها بتطلع في صوره مال ما فيش مشكله المال ده يتعمل بيه ايه يتعمل بقى, بقى الحاجات أطلع. الحلوه دي يتعمل منه وصله ميه يتعمل منه وصله ميه لان هدفها التملك وصلات الميه عندنا بفضل الله عز وجل هي دي اللي تنفع في زكاه المال بفضل الله عز وجل المية تحديداً. الميه تحديدا لان من أهم أهداف زي ما علمونا أساتذتنا في الفقه من اهم أهداف الزكاة الزكاة مش الصدقة أيوه. الزكاة مش الصدقة أيوه. التملك تبقى بتاعتى جوا بيتي باسمي انا حر تمام. فيها أوه. تمام مش تبقى ايه بقى للملأ كده مم. تمام مم. فده فضل ربنا عز وجل وفضل ربنا عليك كبير جدا وربنا سبحانه وتعالى بيرزقك من واسع طبع. هو مش بيرزقك ليك لوحدك والله العظيم بيجعل الرزق ناس تانية من طبع. خلالك انت طبع. <applause> أنت مجرد بوسطجي، أنت مين؟ صحيح. أنت يا دوب بس بتأدي يعني ربنا سبحانه وتعالى قال: وآتوهم من مال الله الذي أتاكم. صحيح. ويا سلام بقى يا أستاذ كريم، <applause> يا سلام ويا سلام ويا سلام ويا سلام. لما تخرج صدقة اليومين هم بالأخص. <applause> والإطعام بقى وكرتونة <applause> <طبع>. رمضان بقى طبعا <applause> في سورة البلد ربنا سبحانه وتعالى قال: أو إطعام في يوم زي مسغبة. <applause> <applause> يعني يوم شديد أيام كرب <applause> طبعا أيام غالة زي اللي إحنا فيها دلوقتي ديت تمام دي. ربنا يعافينا يا رب ويرفع عنا الغلاء والوباء والداء يا رب العالمين والله بجد هنا صداقتك بتبقى بيبقى لها طعم تاني بيبقى لها فرحة تانية أكيد. بيبقى لها سعادة تانية عند كل محتاج عند كل إنسان بيناجي ربنا سبحانه وتعالى يا سلام ما ربنا سبحانه وتعالى يدل الفقير ده او المحتاج ده او الاسره اللي أشد احتياجا على عنوان سعادتك ده ربنا سبحانه وتعالى اختارك طبعا وميزك طبعا وانتقاك طبعا واصطفاك طبعا واشتباك من بين عباده كلهم عشان خاطر تنفس على الناس عشان خاطر تيسر على ناس ويا سلام على الثالثه بيقول لك ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره مين فينا مش محتاج الستر حد يقول لي كده حد يرد عليا الستر ده اعظم طبعًا نعمه من رب العباد سبحانه وتعالى ان ربنا يستورك انت واولادك وتعيش في, في رخاء وتعيش في هناء والدنيا زي الفل ما تمدش ايدك لحد طبعًا تبقى في مشكله وتلاقي الاستاذ كريم يقول لك اتفضل على. انت مين اللي بعتك يا عم مالكش دعوه مين اللي بعتني اللي بعتنا رب العباد سبحانه وتعالى ايوه انت ما هو بيقول لك كده والله في عون العبد صحيح ما, ما كان العبد او ما دام العبد في عون اخيه طول ما احنا متعاونين طول ما احنا على قلب رجل واحد خلاص الدنيا دي هتبقى أحسن دنيا زي ما قلت كده أستاذ كريم كن ممن يسعد الناس آه. أينما ذهب خل... خليك كده سبب للسعادة خليك صانع سعادة خليك صانع سرور شوف انت في الدنيا دي هتعمل ايه هدفك ايه عند رب العباد سبحانه وتعالى ولا تكن ممن يسعد الناس إيه؟ اذا ذهب اه الناس تفرح اما انت تموت يقول الحمد لله انه مات الحمد لله ده ريحنا منه لا احنا عايزين بقى يعني ربنا سبحانه وتعالى يعلي ذكرك عشان كده ربنا قال في القرآن ولكل درجات مما عملوا مم. درجتك عند ربنا مبنية على عملك في الدنيا حلو كده جميل جدا انا ابويا كان راجل صالح والدنيا زي الفل انا عايز اعمل طلب الحاق اه والله عايز اعمل طلب الحاق دلوقتي يلا احنا على يلا <applause> ماشي طلب الحاق بمين بابويا ازاي يا سعاده الباشا اه والله هات طلب الحاق كده ودمغه وظبط نفسك ازاي ازاي اقول لك ربنا سبحانه وتعالى ألف القران والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان هو قال بالإيمان ولا بإيمان, بإيمان. جمع نكر العموم والشمول والذين آمنوا واتبعتهم انت ماشي على خط أبوك أبوك كان متصدقين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ايه يا رب هتعمل لهم ايه قال ألحقنا بهم ذريتهم <applause> يلا مع ابوك طلب الالحاق اتحقق كده ما فكرتش انا في الموضوع ده شفت بقى الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء اهو مم. اللي انت بتعمله يلا يلا طلب التحاق مع ابوك قال له انا ابني كان شهيد طب انا عايز الحق يلا اعمل طلب يلا يا سعاده الباشا طلب الحاق وساهم في كرتونه رمضان بفضل الله عز وجل يلا درجتك تعلى تطلع لمين تطلع لابنك فوق مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اه خليك من الصالحين تلتحق بابنك على طول طب انا والله يا ابويا ده كان من, من كان والي من اولياء الله الصالحين يلا يلا يا سعاده الباشا الفرصه لسه قدامك م. كتير بيقول لك كريم الفرصه ما بتتكررش لا الفرصه بتتكرر طول ما فيك نفس بفضل الله عز وجل الدنيا لسه قدامك الفرصه لسه قدامك الا بقى ان انت ملك الموت يجي لك فجاه م. فنسرع طبعا. ما نوقفش كده لا ودايما يا استاذ كريم العجلة مكروهة في كل شيء الا في الخير طبع. الا في الخير طبع. لازم يبقى عندك همة طبع. اه طبعا وبنطالب بالمسرعة فيه يعني. الله ينور طبع. على حضرتك طبع. لازم يبقى عندك همة حتى تصل الى القمة صحيح ما هي الهمة طريق القمة طبعا انت همتك طبع. ايه بقى؟ وفي ناس اصحاب الهمم العالية ناس بقى لهم مكان عند ربنا عالية جدا ولهم مكان رفيعة عند رب العباد سبحانه وتعالى لا انا مش عايز كل واحد دلوقتي يقف كده مكتوف الايدي ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط بس خليك بقى ايه وكان بين ذلك قوامة خليك مع الله عز وجل واعرف اللي انت بتعمله مع رب العباد سبحانه وتعالى او لوجه الله عز وجل ويمكن احنا احنا مين عشان نعمل لوجه الله عز وجل احنا بنعمل لنفسنا صحيح. والله بجد هيتردلك لك اضعافا مضاعفه والله واسع عليم كلامنا احساس جوه الصدور وكلام بين السطور ونهر بإذن الله من خير هيفور لما نفتح للناس طاقه <تطأت> نور حبيبي وخلصت طاقه نور <applause> في حلقه <ده> النهارده نورت <applause> الدنيا كلها يا شيخ مصطفى بنسعد دايما والله بوجودك معانا وكل سنه وانت طيب لحضرتك ولكل الناس اللي في كنترول الاستاذ عبد المخرج العالمي والاستاذه رويده والاستاذه كل دينا كلهم كل, كل, كل الناس حراموه. الحلوه دي الجميله دي كلها والله بجد يعني السعاده والسرور بتعمني والله لما بكون في وسطكم والله القلوب عند بعض بعضها ربنا يبارك خاطرك يا رب الشكر واكيد بنشكر كل حضراتكم على حسن متابعتكم لينا في حلقتنا النهارده ان شاء الله وكلنا عمر يتجدد اللقاء في يوم جديد وحلقة جديدة من طاقة نور إلى اللقاء